الخزينة المالية لفريق اتحاد طنجة كانت غارقة في الديون. مقدار الفريق أنا كانت واحد الديون تقريبا اللي عندنا في التقرير المالي 16 مليون درهم، مليار و600 مليون. هل تم صرف مستحقاتهم وأيضا تقديم منح مالية بعد تحقيق الصعود إلى القسم الأول؟ بقي منح بعد المقابلات تقريبا واحد 6 منح. سمعنا مؤخرا أنه سيتم انتدابكم يعني بين قوسين من طرف حزب الأصالة والمحاصرة، ما ردكم على هذا؟ أبدا، هذا الشيء عمره ما كان وارد، عمره ما تطرح، عمره ما تناقش، عمره الفكرة ما تعرضت عليه. هل هناك لكم أعداء سيد عبد الحميد؟ كاين شي واحد في العالم ما عندوش أعداء؟ لو طلب منكم تقييم البطولة الاحترافية لهذه السنة كم تعطوها من 10؟ البطولة تحسنت، كتزيد تحسن، والنكهة ديالها واللي كيزيد يحسنها هو الجماهير اللي كنشوف، ونعطيوها واحد 8 على 10. لقاء خاص في الأوقات التالية على قناة زوم سات.